أحسن الله إليكم. أم أحمد من المدينة النبوية تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، عندما ينزل الحيض على المرأة يستمر معها 3 أيام متصلة، وفي اليوم الرابع والخامس يكون نزول الدم متقطع بحيث تكون هذه المرأة طاهرة 2 أو 3 فروض، ثم يعود الدم مرة أخرى ويكون قليل، وفي نهاية اليوم الخامس ترى صفرة، هل يعد انقطاع الدم قبل الخامس طهر وهل تجب الصلاة؟ لا يعد طهرا حتى ترى النقاء التام بحيث لا ينزل معها شيء، لا صفرة ولا دم ولو يسير، لقول عائشة: النساء لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضة، وهي مادة تنزل في آخر الحيض تعرفها النساء مادة بيضة، أو أنها ترى النشاف تام، بأن لو وضعت قطنة أو منديلا على فرجها ولم يتأخر ولم يظهر عليه شيء، هذا هو النقاء التام. وأما ما قبل ذلك من الصفرة أو من نقاط الدم وغير ذلك في أيام العادة إنها كلها حيض، لا تصوم ولا تصلي فيها. نعم.